أشياء لن أنساها أبداً. حين اعتقالي كان ابني يصرخ في جو مقاوم، كنت أحاول أن أبقى مع ابني لكن الجنود كانوا يسحبونه. إنها صورة ستبقى معي إلى أن أموت. صورة عائلتي. حين قام الجنود بإخراجي كانت والدتي محاطة بأشخاص آخرين يسندونها كي لا يغمى عليها. أخواتي الصغيرات يشبكن أذرعهن وينظرن إلى ذلك المشهد، في حين كان والدي منعزلاً في أحد زوايا المنزل. كنت مختطفة ل16 عاماً. وضعوني في غرفة شبيهة بمحل جزارة مليئة بخطافات وسلاسل. قيدوني بسرير وقاموا بسكب ماء كريه على وجهي. قاموا بضربي على أخمص قدماي وفخذي. علقونا وقاموا بصعقنا بالكهرباء. صعقات في الأذنين وأخرى على الشفاه. حين يتعبون يجلبون عصا ويلصقونها تحت ركبتيك ويقيدون يدك خلف ظهرك ويقلبونك رأسا على عقب وأنت معلقا لمدة ساعة أو ساعتين. استمر ذلك التعذيب لشهرين متتاليين. رأيت كيف اغتصبوا سيدتين. حاولوا اغتصابنا جميعاً. ثمة أشياء لا أستطيع البوح بها. جراحي كلها جسدية. كسروا قدمي وضلعي وخلعوا كتفي. لكنهم لم يتمكنوا من كسر أملي أو رغبتي في النضال. Thank you.